الكوست، السعر. لما بنيجي بنقارن ما بين اللابتوب والديسكتوب بتلاقي انه تلقائي اللابتوب بيكون سعره اعلى من الديسكتوب، مع العلم انه ممكن يكون فيه نفس المواصفات. بمنتهى البساطه بيبقى فيه المشكله دي علشان اللابتوب هو بورتابل. ايه بورتابل دي يا عم جوزيف؟ بورتابل يعني تقدر تشيله وتتحرك بيه، يعني من الاخر بدل ما انت بتجيب جهاز واحد بتحطه في البيت وتفضل قاعد في مكان واحد، انت بتجيب مجموعة اجهزة اللي هي اللابتوب اللي بتتحرك بيك بعد كده في اكتر من مكان، وبتاخدك وتروح بيك عايز تسافر بتسافر بيه، عايز تصيف بتصيف بيه، عايز عندك جلسة مونتاج تصوير في حتة وعايز تمنتج بعديها في نفس المكان بتقعد تشتغل بيه، فهو بيوفر لك الحتة دي. عشان كده هو سعره اغلى. لو جيت قارنت اللابتوب اللي انت بتشتريه بالبوكس كيس اللي انت بتشتريه علشان المونتاج او الاديتنج او هتكتشف ان فعلا اللابتوب سعره اغلى. بس لو جيت قارنت سعر اللابتوب بالبوكس زائد الماوس زائد الكيبورد زائد السماعات زائد الشاشة زائد الكولر او الفان او المروحة المقصوصة اللي المفروض ان انت بتجيبها علشان كل الاجهزة دي ما تبقاش بتضرب مع بعض، هتلاقي انه تقريبا المعادلة بتقرب من بعض.